خصو تدفن في الماء، ما يصلح الحريق وداك الشيء ما يصلحلوش ما ياثرش فيه، خصو تدفن في الماء. واللي هوائي خصك تعلق له السحر ديالو فشي بلاصه. هادشي اللي كانوا كيقولوا لك هما. باش كتعرف الانسان واش هوائي ولا ترابي، نسميه وسميه تمو، ولا ما كانش سميه تمو كتضرب مع حاجه اخرى. كدير مع النجوم وكدير شي حاجه، المهم كيطلع لك بانه واش هوائي ولا ترابي باش غادي تخدم. بدينا هكاك اخويا خدم مع البنات ديال الطالبات، كنت في قنيطره كنقرا في لافاك بنو طفيل. ولات وحده كتجيب لك خالتها، تجيب لك عمتها، تجيب لك هادي، تجيب لك هادي، هادوك يعطيو الفلوس. كانوا موظفين خالتها ولا هادي 1000 درهم 1500، صافي مشات تما. منين دخلوني الفلوس ما بقيتش كنشوف حتى حاجه، كذب عليك. ما كاين غير وليت صافي. وليت محترف، ما بقيتش كنقرا، درت شي 4 شهور ولا 5 شهور حبست من القرايه، ما بقيتش كنقرا. صافي وليت هاد الخدمه اللي مقابله راه من 92. فين كنت كديرها؟ واش في شي دار، في شي بيت، في شي؟ من بعد كريت دار. فاش كان عندي الامكانيات كنت كنديرها غير في السطح ديالنا. كنطلع الدار ديالنا في السطح وكنخدم الخدمه من الليل. اغلب الخدمه هي من مور العصر اما في الليل، وغالبا في الليل 80% الخدمه كتكون بالليل و20% هكا كتكون من مور العصر. نعم. هنا بينا ديك الخدمه دخلونا الفلوس غادي نسيت، بقيت كنعرف كاع غسلت يدي من رحمه الله، غسلت يدي على صراحه الله يا ربي تسمح لينا وصافي الى امام محمد رسول الله. امين امين. اللي بغى يجوز، اللي بغى يطلق، اللي بغى واحد كيبيع وشرا مقهاوي، واحد كيسهر لواحد، مالين بيز، مالين المطاعم، داك الشيء. شوف السحر في المغرب كارثه عظمى، اقسم بالله الا كارثه عظمى. نعم. ما خطر حتى جميع الفئات. نعم. اطباء، مهندسين، محامين، الناس ديال البيع وشرا، صحيح كل شيء، الفئات اللي في البرارك، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. نعم. كل شيء. نعم اسيدي. كتعطى النسبه كبيره 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 كتعطى السحر. نعم. من 90% حتى 95% كيشد السحر. واحد 5% ولا 10% ما كانش راه معروف خلاص، لو اجتمعت الجن والانس ليسبوا كما كرس ما كرين لك اتبعوا الله، هذه معروفه هذه خلاص. واخويا بقيت خدام هكا خدام هكا، حتى واحد النهار واحد السيد غنشوفو غيأثر فيا حماق. كان خدام في البنكه. شي وحده كانت تعرف شي وحده ما بغاش يتزوجها، دارت له سحر الدمر، حيت كاين سحر الدمر. سحر الدمر يا حماق يا تعواق يا شي حاجه، المهم الجن كيدير الخدمه ديالو، شنو هو السحر؟ والجن كيمشي هو اللي كيخدم السحر، كيكون خادم السحر، كيوسوس بحال دابا كيزين فلان لفلانه ولا كيكره فلان فلانه على حساب شنو لا يصيف فيه. وكاين الانسان اللي كيكون صعيب، كيكون صعيب ما كتقدرش توصل له. كيدخلوا الملوك، كيدخلوا الملوك ديال الجن ديك الساعه كيخدموا، لان كاين شي واحد كيكون كيصلي وكيقرا القران وهادي وهادي، كيكون صعيب باش توصل له. كيمشي الجن كيلقى مع الملائكه كيرجعوا بحالهم، كيمشي الجن باش يدير الخدمه ديالو كيلقى الملائكه معاه كيرجعوا بحالهم. دونك شكون اللي كيمشي؟ كيمشيو الملوك. الملوك اللي كيمشيو لانهم كيعرفوا الغفله، كيحضيو الغفله. وقاش ذاك الانسان غادي يكون ما مضيش، وقاش ذاك الانسان غادي هو اللي هما كيكونوا خاصين خطيرين في ذاك الشيء على الجنود ديالهم، لان كل ملك من الجن عنده الجنود ديالو. كاين اللي عنده 80، كاين اللي عنده 60، كاين اللي عنده 100، كل واحد وشحال عنده. كيستعملوهم في هذا الشيء هذا، صافي غادي تصيفط فلان، غادي تكره فلانه ولا فلانه طلقها بغيت تطلقها مع فلان، كتصيفط لهم جن خادم. كيمشي للزوج ولا للزوجه وشي يبين غير الحاجه الخايبه. غير الحاجه الخايبه كيخلي الزوجه تكره الزوج ولا الزوج يكره الزوج. هذا الشيء كله قدرتي تعرفه في ديك المده اللي ديك المده هادشي في البيدا يعرفوا خدمه كيفاش تخدم وداك الشيء. خلاص وراوني هما كيفاش دير، شنو غادير، شنو غادير الطلاسم اللي غادي دير، شنو غادير الا بغيتي تنحضروا ولا بغيتينا، شنو غادي دير، شنو غادي دير، بزاف الحوايج علموهم ليا. المهم داروا معايا عقد ما نتخلاش على هادشي الى الابد وما نتزوجش، نبقى سيليباتير. الشروط اللي شرطوا عليا. والماكله ديالك مثلا ولباسك وداك الشيء عادي؟ لا عادي عادي. ناكل ولباس عادي. بعض المرات الا كان شي حاجه مهمه كيطلبوا لي شنو اللبس، اللون اللي غنلبس. كان عندي ثلاثه الملوك، واحده ملكه انثى هذيك كانت كطلب لي الصفر. وكانوا جوج الملوك، هذيك كان سميتها جوانا واحد الملكه، وكانوا جوج الملوك، واحد سميتو جون واحد ميمون. كانوا وكل واحد فيهم هذه الملوك، كل واحد شنو خدمته، كاين اللي خاص بالمشاكل والندابزه في الدار، لا بغيتي نوض الفتنه والروينه ميمون. بغيتي ميمو، هذاك ميمو اللي خاص هو الجنود ديالو خاص بالفتنه وخاص بالروينه، وصدع على بغيتي شي ريكاطا شي اسره تكون غير صداع والمشاكل والولد والبنت والاب وهذه، هذاك ميمون اللي مكلف بها. جمانه
كانت مكلفه الا بغيتي شي واحد ضرب له 3 ما عنده شي خدمه ما تصدقش ما يعدس على خدمات بحال هذا الشيء على كل حال يقول لك ما كتبقيش هذه ما كتبقيش هذه للاسف هذاك ما عليه الا بالقران والرقيه والعباده وكان واحد جون هذاك خاص هذاك خاص بالدمار والفساد كيبغي الفساد يخرج الانسان الفساد ما كيبغيش يشوفهم قد صلى الله عليه وسلم كيف ساعه كتعيط تيجي بنادم كيقول لك بغيت طالعه بغيت دمار بغيت هذه بغيت هذه بغيت هذه بغيت نتزوج هذيك ولا بغيت هذيك تبان كيجيو الناس اخويا شراف كبار 60 عام 65 عام باغي يسحب شي وحده عندها 21 عام 22 عام الله يصرف عنا واياكم السوء والله العظيم اخويا لا اله الا الله لاجل الشيء اللي شفت في ذاك العالم كارثه عظمى المهم انا باش بقى في الحال ذاك السيد اللي كنت في البنكه سحبت له انا ما كاينش ناس كتعرفهم كتكون عارفهم شحال شي واحد راه في البنكه ولا في العماله ولا سحبت لديك الطبيبه ولا ذاك بحال واحد الطبيبه يا ربي تسمح لنا منها ولا الجسد خاويه الدنيا عندها خاويه وشكون اللي يسحر ليها صديقتها ديالها هي طبيبه نفس الاختصاص عندهم وحداتها اخرى كيجي عندها مقبوله والناس كيجيو عندها وهذه حداتها وسحرت ليها بقى كيجي عندها حد كاين اللي كيكون كاع جاي عندها حتى كيوصل وكيتلفوه الجن الشياطين اللي كتخدم هذه الخدمه هذه كيتلفوه كيوسوسوا له ولا يتلفوه يمشي لشي بلاصه اخرى حتى كيصدق داير بلاش المهم الجن اللي كيدير هذه الخدمه هذه ماشي الانس السحر شنو هو السحر هو الجن كترسل الجن خادم كيقوم بهذه المهمه هذه انت غادي تمشي غادي تزين فلان الفلان أو غادي تخيب فلان الفلان يبقى يشوفك حلا للاسف كيمشي ذاك الجن كيدير الخدمه ديالو ملي كيسالي الخدمه ديالو يتم الطلاق ولا هذه كيرجع بحالو تتفكتو عاد شي مهمه اخرى ذاك السيد انا شفتو بعيني بقيت كنشوفو ماشي نهار ماشي جوج ماشي ثلاثه دي تقريبا يوميا كنشوفو ولا كل يومين كنشوفو شنو هي الحاله باش كتشوفو؟ كنشوفو في السمقه تيدور كنشوفو في السمقه تيدور وقالوا لي فلان هذا فلان راه كان خدام في البنك كاين جوج هو ومن بعد عاوتاني واحد الصحفي تا هو حماق تا هو وهذوك انا على يدي هذوك انا اللي درت الخدمه الله يا ربي تسمح لي وصافي لا اله الا الله محمد رسول الله المهم خلي يجمعنا الذنوب صراحة الله ادينا الناس بزاف يا ربي تغفر له لا الله لا ربي تغفرني لما سمحوا لي ما عندي فين نمشي اللهم انا على ود هذا الشيء هذا في 2015 حبست راه مشكل لقيت مع الجن مشكل كبير بلاتي بعدا عاود لي على القضيه مول صاحبنا مول البنكه وصاحبنا الصحافي كيفاش؟ احماق ومساكن كيدور الزنقه هذاك مول البنكه هو الاول بديت كنشوفو كيدور فهمتينا قالوا لي هذا راه خدام في البنكه كان فلان راه كان شي حاجه وهادي وكان عرفت شوي انا اللي تسحرت ليه الله اكبر ثاني داز شي شهر ولا شهرين واحد الصحفي تا هو باش حسيتي باللي عرفتي انت مني راه انت اللي جاتك عندك مراتو اي جا واحد هذاك في البنكه شي وحده ما بغات تزوجها ما بغاش يتزوجها كان على علاقه ديال تفارق معها ما بغاش يتزوجها بغى يتزوج شي وحده اخرى وما دارت له السحر سحر الدمار كيف ديال الدمار الله يستر كيحماق الانسان اولا كيوقع له كيتعوق ولا شي حاجه المهم ما كيبقاش الانسان عادي والثاني الصحفي الصحفي تا هو احمق ورجع كان خدام هو في الرباط ومن بعد رجع انا عرفت وانا سحرت ليه تا هو سحرت ليه انا هذاك انا صايبت ليه انا اللي خدمت ليه ورجع تا هو عندنا للمدينه كيدور هادي قالوا لي هذاك راه فلان راه كان صحفي راه كان كيكتب كان كيدير كان عقلت عليه من دوك الجوج وما كاين حالات بزاف ومن دوك الجوج اثروا فيا بزاف شنو كتشوف جوج الناس حمقين انت السبب ديالهم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد الفلوس اش ديروا لك هاد الفلوس قدام رب العالمين ها انت كاين الناس اللي كيجيو كيخدموا بالفلوس صحيحه جوج المليون ربعه ثلاثه سبعه سته كيحط كاين مول 1500 خلاص دوك 5000 3000 هذوك ما تهضرش عليهم هذوك المهم هذاك السيد دوك الزبالي في البنكه وهذاك الصحفي هو اللي اثروا فيا بزاف باش تخليت من 2013 المهم 2015 خديت قرار نهائي صافي نعم انا حبست هذه الخدمه هذه نعم الله يجعل البركه اكثر من 20 عام وانا خدام فيها لا الى تصور غدا ولا بعد الموت غادي يدي يوقف عليا ذاك السيد يوقف عليا هذاك يوقف عليا هذيك عاد خلي حالات اخرين ما كتعرفهمش ما عرفتيش شنو هما المصير ديالهم كيجي من واحد اخر كاين اللي كيجيك من دون اخرى كيسمعوك واحد كيقولها لواحد راك عارف واحد يقولها لواحد واحد يقول انا كنت عايش في مكنس واحد كيقولها لواحد واحد يقولها لواحد كيجيوك ناس من الخميسات من الرباط من كازا من مراكش كل واحد كيقولها لواحد كيجيو عندك وكتسحر ما كتعرفش شنو الله يستر المهم هي 90% قلت لك ترى 95% كيشد السحر لان عندنا الناس هنايا ما متشبتينش بالدين ما متشبتينش كي ساهل يتسحروا
ساهلين السحر، ساهل السحر مصالح الله، الناس ما شادينش الدين ديالهم على حقه وطريقه، لانه هو اصلا اللي كيصلي على غير الفجر كيصلي الفجر، ما السحر ما ياديش، كيصل عنده الشيطان ما كيشوفوش، كيصل عنده الجن ما كيشوفوش اصلا، كيقدر يسمع الصوت ديالو، يسمع الخطوات ديالو، ولكن ما يشوفوش، يعني ما غاديش يقدر ياثر عليه. الانسان اللي متقي الله، الله يجعلنا في ذمه الله دائما. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. الانسان اللي ما كيصليش وهادي هو اللي ساهل، هذاك كيكون خلاص ضعيف، هذاك ساهل 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 السحر دغيا دغيا. 2015 بغيت اخويا نتقى الله، بغيت ما خلاونيش، لقيت مشكل، ما عذبوني انا براسي. عذبوني، خرجوا عليا المشاكل مع الناس، العداوه ولا كل شيء يكرهني، ولا كنت محبوب عند عباد الله، كل شيء ولا كل شيء يكرهني، ولا عداوه، وكيجيو وكيجيو كيبقاو يعذبوا فيا في الليل ملي كنكون ناعس. هذيك هي اللحظه اللي كيغلبوا، حيت انا بديت كنصلي، بديت كنحفظ القران، بديت انا بديت اتجاه اخر، كنبقى ندير رقي شرع، انا دابا وليت راقي. وليت كندير رقيه وكنت عند الناس وهذه، ما كانش منهم حتى فرانك. لربما على الله، ربما الله يسمح لنا زعما تكفر على داك الشيء اللي كنتي كدير. دابا غير كنسمع شي حد مادي ولا شي وحده ولا شي واحد كيطيح ولا هادي، كنمشي عنده. كنبدا نقرا عليه، كنقرا عليه الى بانت. هما كتقرا كتقرا، كاين الصور اللي كتقراها، صوره الجن، البروج، الكرسي، هذه كاين صور القران الكريم، تعرف واش واش مسحور ولا ما مسحورش، واش في واش في واش في هديه من الجن او لا. كاين اللي مريض ما كيشوفش على على سبب الجن، ان كاين الامراض، كاين انواع، كاين امراض عادي اللي خصو يمشي للطبيب الانسان ويداو، وكاين امراض عندها علاقه بعالم الجن، يعيا الانسان يحماق مع الاطباء ويعطيوه باستيات باش ينعس، يعطيوه باش يشوف ولا باش ما يبقاش مشلل والو، تيقولوا له ما عندك اصلا، تيقولوا له ما عندك والو، كيدير الراديونات تعالي تيقول لك ما عندك والو، وفاش عميتي؟ سمح. مرحبا السي كريم. المهم ما تهنيت منهم حتى 2017. عاد تهنيت منهم. انا تزوجت 2016. وبداو كيأثروا على الزوجه ديالي. الزوجه ديالي كطلع من الترجم تشوفني واقف مع شي وحده وانا ماشي انا. راه هما ذاك الجن كيتسيفوا ليها بالصوره ديالي، كتشوفني من الترجم تشوفني واقف مع شي وحده. وانا ما كاينش كاع البلاصه بيدي، كنجي ندخل الدار كنلقاها شاعله. حديت حدي هي صرحت ليها من بعد ملي شدت شي ما صرحت ليها، قلت لها اللي كاينه بنت الناس، شنو كنت كندير، شنو كنت كندير، شنو كنت كندير، ودابا راهم تيحاربوني، انا ما بقاوش كيصوروا مني حتى حاجه، عرفت كيفاش نحمي راسي منهم، عذبوني عام وشي حاجه، دابا راه صافي، دابا راهم دابا كيدوروا لي كنتيا. ديك هاد المره ملي تشوفيني، تشوفيني في الترجم عيطي في التليفون، الا هزيت التليفون قدامك هضرت راه انا هو هذاك. ما هزيتش التليفون، ما شتي كنهضر معاك في التليفون انا ما قدامك، عرفي راه ماشي انا. فعلا شي جوج مرات ثلاثه دارتها. كطل نسترجم كتلقاني واقف مع شي وحده كتعيط عليا في التليفون، كان هز انا كنجاوبها، صافي تاكدت بلي راه ماشي انا. كيبقى ذاك الشخص قدامها وديك دوك شي جوج قدامها ما كيهضروا لا في التليفون لا والو، اكدات بلي الصح ذاك الشيء، المهم مشات معايا وصيتها ما تبقاش كنت الفجر ما تنزلش عليها، كان فيقها في الفجر كتعكس، كان فيقها المهم تصلي الفجر، لان كنت كتصلي الفجر كتقضي على الشياطين والجن. وما تهنيت اخويا حتى 2017، عاد تهنيت، عاد تهنيت وارتاحيت فتره منهم، استقليت. شنو هي الرساله ديالك دابا اللي بغيتي توجهها دابا من وراء هذا الشيء كله اللي لجأتي ليه وهذا الواقع دابا اللي، شنو هي الرساله اللي تقدر تلجأ للناس دابا اللي كيلجؤوا للشعواده ولا الناس اللي تيفكروا يمشوا لهذا الطريق؟ الناس اللي كيفكروا يمشوا لهذا الطريق تيكونوا اصلا ضعافين، وكنصحهم ما يمشوش لهذا الطريق، لان راه ما يربحوا لا يقصروا لا دنيا لا اخره، والسحر تيرجع لمولاه ضروري كيرجع، اللي سحر اللي جا عند شي واحد وسحر ذاك السحر، ذاك الجن بحال دابا اللي تزوجات بشي واحد عن طريق سحر، والله ما تفرح به. انت شحال دابا في العمر ديالك؟ دوز واحد المده غتفارق معاه. انت دابا شحال العمر ديالك؟ انا في 73 زايد، دابا عندي شي 46 عام. هما دوك الجن اصلا اللي كيخدموا في الاول خدمه يجوجوا فلان الفلان، واني من بعد هما ما كيبغيوش الانسان، هما اصلا الجن الشياطين عندهم علاقه هو احسن حاجه، من بعد غادي يوليو يحاربوها باش تطلق، هما غايديروا لها المشاكل باش تطلق، ويعكزوا الراجل اللي كان خدام يجلسوه من الخدمه ما يبقاش خدام، هما يديروا المشاكل تطلق. سبحان الله العظيم، كيرجع السحر على مولاه تقريبا واحد 50 ل 60%.
ونصرف، نسأل الله أن يصرف عنا وعنك كل سوء ويغفر لنا ولك. تحيتنا لك سي كريم من طنجة. طبعا تابعت معنا تفاصيل هذا البوح كله اللي كان من بداية الحلقة إلى حدود اللحظة.